من بعد إذنك ممكن تعيريني حمرة خدود ومكياج؟ أنا حابة رتب حالي شوي. تكرمي. معلم، السيد داود تعب كتير، أعطاه الدكتور إبرة مهدئ وهلأ هو نايم. وين جي؟ ممكن تحطيلي؟ مثل ما بدك. ماشي حسني، يلا رح حلها. طيب حياتك. مدام انجي اضربك الابرة؟ خليني حط ابني بحضني وبعدين بتضربيها لانها بتنيمني. ماشي. عطتوها ابرة مهدئة ولا لسه؟ للاسف ما رضيت. انت خليكي هون. مثل ما بدك. شو وينه ابني مراد؟ بالحاضنة؟ بترجاك مراد خدني لعنده، بس لا يكون وضعه سيء. يا رب ما يصير شي على ابني. يا ربي ما تخليني افقد ابني. إنجي. لا، ما بدي اسمع اي تبرير. انت وعدتني انك رح تجيب لي ابني. ما قدرت اوفي بوعدي. للاسف نحن خسرنا ابننا. بذلت كل جهدي لأنقذه، لحط لك يا بحضنك، بس للأسف ما قدرت. أنت مؤمنة يا إنجي؟ مدام إنجي، مدام إنجي، هدي حالك. خلصنا.
أنا سبق وقلت عزت ما بيبيع شعره باسطنبول، شو مالك خبر؟ معلم هي بضاعة قديمة ما عاد اشترينا منه. يلا مد إيدك. بترجاك لا تعملها، عندي عيلة وأولاد معلم. نحن ما عنا، مدها معلم. أنا بقول كلمة واضحة وأنت بتفكر إنه فيك تتشاطر وتكسر كلمتي وتعمل حالك مو دريان بشي، ما هيك؟ عابد من شان الله لا، ليش لا تكبرك هالقد معلم؟ الناس كلها رح تشوف. لا معلم، يلي بيشتري بضاعة عزت ويلي بيبيعه وبيوزعه وبينقله وبياكل منه رح تكون آخرته وسخة. معلم بترجاك داخل على الله وعليك معلم. لا 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 أهلين فيك ببيتك. نهاد شو بك حبيبي؟ ريس جيب لنا دكتور. صديق للعيلة. وليش مو سمعان فيه من قبل؟ حبيبي أبوك وجدك عندهم كان أصدقاء كتير، كيف بدك تعرفهم كلهم؟ أمي أميني من قصة صديق العيلة، الجماعة ما تركوني على الروح أبي. أوعك تستهين بأصدقاء جدك، جدك ما ضل حدا وما عمل معه معروف. لكن أمي أنا مو بحاجة معروف من حدا. أنت كيف مفكر أنه أبوك وجدك صاروا أوايا بهذا الوسط؟ أه؟ هيك بلحظة؟ بهذا الوسط أبداً ما بتكفي الجرأة والشجاعة، لازم يكون في عندك أصدقاء أقوياء منيح حتى تمتلك القوة يلي بدك إياها. منيح
لكن منتعرف ومنشكرون. لنشوف الصداقة اللي راح تكون بيني وبين مادة. سهلا فيكي ستنا. أهلين وسهلين ابني. شلون صارت إنجي؟ مدام الست إنجي ما عم تحكي مع حدا، مركزة عينيها على محل واحد عم تطلع فيه. بس منيح إنك إجيتي، يمكن بمعيتك ترجع على الحياة. طيب افتح لي الباب ابني. تفضلي ستنا. بسلامة عمرك يا بنتي، الله يطول بعمرك ويقويكي. أنا ما بقى بدي أعيش بنوب. لا تحكي هيك يا بنتي، أنت عندك ولد تاني كمان. لهيك يا عمري، حتى لو كان الوجع اللي جواتك كبير، لازم تصبري وتعالجي حالك وتصحي وتخبي وجعك بقلبك وترجعي تعيشي مشان ابنك التاني. مو الكل بيحسن يكونوا قوايا مثلك، لأنه ما حدا عنده اللي عندك من الدعم والحب الكبير. بابا عمر ومراد رجال نادرين ممكن يمتلكن الواحد ويسند ظهره عليهم ويوثق فيهم ويأمنهم على حياته. بنتي الله بيعرف، وانت بتعرفي منيح كتير إنه ما كان بدي إياك تدخلي على عيلتنا، لأني كنت مفكرة إنك ما بتنسجمي مع حياتنا وما بتستاهلي الالتزام اللي نحن عايشينه. وأنا كنت حاسة، زعلت كتير بس ما حبيت إني انفصل عنكم. منيح إنك ما انفصلتي عنا، فضلك تعلمت شغلة كتير منيحة.
عرفت إنه الناس ممكن يتغيروا، وما لازم الإنسان ياخد موقف من الناس اللي ما بيعرفون. يمكن تضلي بحياته لمراد أو لا، هي أنا ما بعرفها، بس طالما نحن عايشين وفينا روح، بيتنا دائما رح يكون مفتوح إليك. أنا وأبوك يا عمر يا روحي ما رح يكون إليك غير أهلك، صدقيني والله. أنا جاهزة، إمتى رح أتخرج من هون؟ رح نطالعك من هون بعد الظهر، أوامر المعلم مراد إنه سكنك شخصياً بمحل آمن وما حدا يعرف عنوانه. شكراً كتير مدام دجلة، معنوياتي منخفضة. خير شو في؟ الحقيقة يا مدام، التوتر اللي أنا عشته هون من أسبوعين ما له حدود. عم بشتغل بشغلات كتيرة لحالي، بس لا في ترفيع ولا في زيادة معاش، ما في شيء أبداً. حياتي كلها ما لقيمة. لا تزعل سيد حسني، هاي الأيام بتمضى. مدام دجلة، ساعديني لأقدر لاقي عزات. وأنا منين بدي أعرف مكانه؟ لو بعرف كنت بقول لمراد. ما عم تفهميني، كتير بيهمني إني لاقي. باللحظة اللي بده يرفعني فيها المعلم مراد، قتل هسافل ابنه للمعلم مراد. هلأ عم بحترق من الطرفين بسبب هسافل اللي مؤلف اسمه من 3 أحرف. قتل ابنه لمراد على مدار؟ ولا يهمك إلا ما أترفع. معلم، عرفت محلهم لرجال متى، بس الدخلة والطلعة صعبة شوي. ليش نحن عملنا شغلة سهلة بهالحياة؟ معلم، تعرف انه متى له ارتباط مع الكل، شلون بدك تسأل رجاله؟ باقي كمان انا بعرف، لهلأ قلبي شاكك بموضوع خطفه، لازم اعرف اذا متى ملاقيكم ولا كان مرتب ترتيبه مشان يجرني لعنده يضربني مني. ليش اجيتي؟ انتي مو اجازة؟ ما قدرت فوت على البيت، طلعت ما عرفت لوين روح، قمت اجيت لعندك. وانتي شو لك شغل عندي هلا؟ مو لازم تكوني جنب مراد؟ خايفة يتطلع فيني كأنه عم يقول الولد مات بسببك، حاسة حدا رح يطلع ويقلي لو ما كان مراد سهران عندك بالبيت يومتها ما كان مات الولد. حتى لو هيك لازم تروحي. قومي رح نروح سوا. بعدين أنا كمان لازم عزيهم. نروح على المشفى ولا على البيت؟ وليش ما نروح على المشفى؟ انجي بالمشفى، هلأ تحت الرقابة، مراد بالبيت. مين فيهم بدنا نعزي بالأول؟ بالأول منمر على المشفى وبعدين منروح على البيت. بلا ما نزعج المرة بالمشفى هلا، منروح على البيت. امشي، لا توجعي لي راسي، بالطريق منقرر. وينو جمال؟ مات بسببك. قولك قتلت الولد، ما هيك؟ راح حاسبك إلك على هالشي. بعيد، المرض النفسي له حدود، شو دخلني بالولد؟ لو ما المبلغ كبير كنت قوصتك براسك. شد حيلك، من شهر ما عم تدفع، نادي عرجالك وخليهن يلموا مصاريك من السوق بسرعة وبتدفع لنا مصارينا. انت متت يا جمال،
أنا ما بدفع مصاري للميتين. لا تطالع لي خلقي، وإلا بتصل بمراد على مدار وبسلم رقبتك له. سرقان، جيب له تليفون ليتصل برجاله، ولا تطالعوا من هاي الغرفة. أنت هساف الداود رح ينهينا بهذا الحكي. داود ما عاد قوي مثل الأول، صار لازم نروحه، وإلا هو رح يروحنا. حتى نروح داود بالأول لازم حدا يصدر حكمه عليه. بعرف من زمان كنت حضرتك تصدر الأحكام، شو يلي تغير؟ داود عنده أصحاب، إذا روحناه بدون ما نتفق مع أصحابه نتبهدل على الآخر. بعدين حفيد الزلمي مات جديد، اتركه يعيش بوجعه شوي. عزة تعلم كتير عمورات، شو مفكر تعمل؟ عزة ما علم عمورات، عزة أصدر أمر موته بإيده، عن قريب رح يوقع بحضننا. بدنا نتصارع مع مراد على مدار؟ لا، بالآخر أكيد مراد رح يقتل عزات. مراد على مدار رح ياخد جثة عزات، ونحن قلنا شوي. ليش مراد زعلان؟ لأنه خسر ابنه حبيبتي. بابا أنا ما عم بفهم. يسلم، نحن صرنا رجال بس لهلأ ما عم نقدر نحبس دمعتنا. ليك ابني، هاي الشغلات غلط علمونا ياها أهلينا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان عم يدفن ابنه قاسم ما حبس دموعه. يعني بكي؟ إجوا سألوه مثلك يا ميماتي، يا رسول الله بتعرف انه ابنك رايح على الجنة، ليش عم تبكي عليه؟ تفضل سيدنا وجاوب، انا كمان انسان. سيدنا انسان كامل، تواضعه الكبير ومحبته وحبه للانسان كامل، وعواطفه الانسانية باكمل درجاته وخاصة شفقته، بس مع الاسف بالغلط، اعتمادا على معلومات غلط، العادات يلي انتشرت حرمت المسلمين من عواطفهم. أبي مثلاً ولا مرة بحياته أخذني بحضنه أو طبطب لي على راسي لأنه عيب. المرحوم أبوك خلط بين الدين والعرف، وهالشي غلط، لهيك لازم الناس يبلشوا يتركوا الأعراف الغلط، لأنها صارت تخرب بهالزمن. إذا الأب ما حب ابنه مين بده يحب؟ بموت مشان أولادي، لازم يفرجوا الأم والأب حبهم لأولادهم، والأولاد لآبائهم وأمهاتهم، والأخ لأخوه، والجار لجاره، والإنسان للإنسان مين ما كان يكون. وديروا بالكم تأجلوا هالشي، أوعكم، لأنه في موت. أسهل وأهم شي بيقدمه الإنسان هو حبه للإنسان يلي لسه ما بيعرفه، ويقدم له الحب من دون مقابل. تعالي. جدو عمر، الآباء ممكن يبقى أولادهم بس يموتوا. هيك قال جدو؟ بس لما بتبكي أنت أنا كمان بصير ببكي. لا يا رهف، لا تبكي لأنه ما رح أتحمل. وأنت لا تبكي. ماشي، ما رح أبكي. طيب إذا ناديتك بابا بصير مبسوط شي؟ طبعاً بصير مبسوط، معقول ما صير؟ بس ما تبكي أبداً. ما ببكي أبداً. بابا خلص، لبقى تبكي لك عن ممكن هالشي؟ ما رح أبكي بنتي، ما رح أبكي، ما رح أبكي. شوف
بابا، انت وعدتني انه ما عاد تبكي ابدا. هي معقولة هيك؟ يلا يا يلا يلا يلا, يلا بقى يلا يلا. اوعى كون تخليه يفوت، لك عجل بسرعة. معقولة هيك؟ شو هذا اللي زعوا علينا اللعبة؟ هذا كان ناقصنا. لأقولكم شو حلو، رح اتصل بالصيانة خليه يجوا يشوفوه. يا جواتها جواتها معلم، ساعدني بالحر دبه. انا رح ادخل لجوا، لما بعطيكم اشاره بتبلشوا بتقوصوا من الجهه الاماميه. حاضر معلم. انا رح طالع الزلمه من ورا، لما بتصل فيكم تجوا على الشارع الوراني. اوعكم تتاخروا. ها رح حطهم هون. اتفقنا؟ اجيت بهالسرعة؟ مو هون الرقم 61؟ بلى. هي أنا اجيت، كنت قريب من هون، اتصلوا فيني من المركز، اجيت بسرعة. رح نفتشك، افتح ورق. مفتوح. ايدك ايدك يا الله. ماشي تقدر تفوت، تفضل. يلا خذ العده تبعك. ايه صندوق الاصفر من عندك زكاتك ناويني اياه. اخذه. ديكو اجا زين، جيبه من تحت. يلا تفضل اخي فوت. من هون بينطق على الاسطوح؟ ايه بتقدر تطلع من هون. طيب شو بدك تعمل فيه لهاد؟ لسه انت ما طلعت شفت العطل. هذا شغل المعلمين، ليش بتدخل فيها؟ شو صار؟
شو عم يصير عندك؟ مضى وقت طويل يا بهيج. كارا شو عم تعمل؟ وشو جابك لهون؟ جاي مشان صلح الدش تبعكم. لما شفتك ما تحملت حالي بنوب، قلت لازم نروح مشوار. امشي. نحن طلعنا، حضر السيارة. امشي. كوتر كوتر كوتر. يلا اطلع اطلع يلا. لك تسلم لي عينك على هالاخبار. الو، لك وينك انت يا قليل الخير؟ منيح كتير مشكور. شلونك انت وشلون الولاد؟ ما عندي اي اوامر، عندي رجاء. ماشي ماشي، بوس لي الولاد. سيدي اخذوا لبهيج. شلون ومين اخذوا؟ اجا واحد عامل بيصلح ساتلايت وفاد. هيك انفهم الموضوع. اللي اخذوا كارا. سيدي بنعرف محله لكارا، نروح عند امه. الزلمي مفكر بده يحل مشكلة ابنه. خليه يحقق مع بهيج حتى يرتاح قلبه ويكشف ارتباطه فينا. انتم مفكرين يعني انه واحد اقطاعي انتهازي مثل عزت يعني كتير بيهمني؟ انا اكتر واحد بدي اياه يموت. طيب معناتها ليش تبنيت عزت سياده الرئيس؟ لانه واقف بظهره شارون وهذا السبب. سيدي الرئيس، عزت هلا ما عاد شخص مهم بالنسبه لنا. مراد على مدار ورجاله ما عم يسمحوا له يبيع شيء بالمدينه حتى لو سيجاره واحده. طيب شو بتقترح يا رفيق جمال؟ انا بقترح التكتيك اللي بنعمله دائما. لا تخليني فك شفره الحكي، قول شو قصدك. تكتيك الأمر الواقع سيدي الرئيس، منتركه ومراد على مدار بياخده وبياخد بتاره منه. وبعد ما يموت عزت مين حيشتغل هذا الشغل؟ عندك اقتراح؟ سيدي الرئيس، انت في براسك خطة حول الموضوع؟ بما انك بتقدر تقرأ شو في جوات راس الرئيس، ليش عم تتعبه بالاقتراح تبعك؟ يا رفيق لالا، هدول الرفاق بيحسوا حالهم عملاء وخونة لما ما بيتابونا. بدهم القيادة تضل عم تشتغل والقيادة تتعب، ومثل ما القيادة خلقت شعب مناضل من ولا أي شيء، وهلأ هن بدهم أنه القيادة تفكر حتى تخلق معجزة. سيدي الرئيس، عم بتخطط شي مرة تانية وما عم بتخبرنا شو هي الخطة؟ قل لي يا رفيق جمال، انت عندك مرشح يكون قد الحمل؟ لا سيدي الرئيس، مو خاطر ببالي مرشح حاليا. خلي شغلة عزت تنحل وبعدين بخبركم بالمرشح تبعي. قبل ما يموت عزت ويندفن ما رح اقول شو هو اسم مرشحي مشان ما احرقه، وهيك ما بعرضه للخطر. لا تقل لي انك ما بتعرف انه السجاير والمشروب بيضروا بالصحة وبيأذوها. خلاص خلاص، ما ببيعه، خلاص التوبة. حقير،
أنا ما قلت لك بضاعة عزت ما بتنباع؟ أنت بعتني لما بعت السجاير والمشروب؟ معلم لا تعملها معلم، مشان الله يا معلم، مشان الله لا تعملها، لا تعملها يا معلم، الله يوفقك، لا تعملها، لا تعملها يا معلم، لا تعملها يا معلم، الله يوفقك لا تعملها. طلعوا منيح، احكوا لكل الوسط شو بعمل بيلي ببيع بضاعة عزات. لا تعملها مشان الله، لا تعملها. لسه بدك تخليني اسألك؟ شوف رح اسألك آخر مرة، خطف فرمان كانت لعبة ولا شو؟ كارا شو شايفني مجنون لحط راسي براسك؟ أنا ما بخونك بالمصاري وما بلعب من ورا ظهرك، لأنه قوتك ما بتسمح لك تلعب معي. متى يلي تجرأ وعمل هالشغلة هاي؟ أنا خبرت متى بمحل فرمان، إذا هو بده شغلة بيسألني. معناها شو العمليات اللي كان يعملها متى مع شارون بالزمانات؟ خبرني احكي، يلا احكي. كلنا بنعرف يا كارا انه الزلمة اللي ما بيشتغل مع اسرائيل بيبهدلوه، بيطلعوه برات شغله بدقيقتين. بعدين بهداك الوقت اخذنا سلاح واخذنا معلومات بهديك. انا ما اخذت شيء ابدا ابدا. ماشي ما اخذت، انت مختلف، بس مو الكل كانوا مثلك. تعرف بهيج؟ لك خلي عندك شوية شخصية، شد حيلك. لك ليش غمضت عيونك؟ ليش ما طلعت صوتك قدام متى؟ ليش؟ كنت مجبور، كنا مجبورين. يعني هن ما حاولوا يجبروني وهلأ مو مجبور أبدا. منين عرفت بمكان فرمان؟ احكي. عرفته من ضابط تركي بيشتغل بقاعدة للناتو. شو اسمه هذا الضابط التركي؟ حب الله تركني، بيكفي بيكفي كارا حاجة. طلع فيني يا بهيج، من غير شي مضايقتني شغلة إسرائيل. افش خلقي فيكن واحد واحد، أنا ما بقى بتحمل حدا يخدعني، فهمت علي؟ ما هيك؟ رح روح أحكي مع الضابط، إذا بمسك كذبة واحدة عليكن بكون بلا شرف، إذا ما خليتك تترجاني مشان تموت. أهلا وسهلا سيادة المدعية وسيادة القاضية، وانتو كمان بسلامة عمركم. في حدا شي عند الست انجي؟ في عند الست نازك. بيلسان انا بجي بعدين. بس هيك احسن، وخاصة بوجود الست نازك. لا ما بدي. تفضلوا تفضلوا. عفوا ستنا، اجاكي ضيوف من الحكومة. خليهم يتفضلوا. تفضلوا حكومة. سلامة عمركم. وعمرك يا بنتي. سلامة عمركم. وبعمرك يا بنتي. سلامة عمرك. نحن يمكن أزعجناكم، نجي بعدين. عطوها مسكن قبل شوي، لهيك إنجي ما نقدراني تحكي. سلامتها. شكراً على زيارتكم. أنا بعتقد أني ما رح شوف الحزن تبعك غير هون. عفواً ما فهمت. خلص ابني مات، وهلأ الرابط اللي معي راح، وهيك رح تكوني مبسوطة. أنا اسمحوا لي لازم أتصل تليفون.
صدقيني زعلت كتير، وجعك كبير. شو ما قلتي ما رح أزعل. بعرف إنك ما رح تزعلي. أحياناً بتتحقق رغبات الناس، خاصة الناس الحريصين مثلك. ما رح أفرح لسعادتك أبداً، وما بدي منك تشاركيني الحزن تبعي. ماشي، عن إذنكم. أنا ما بستاهل هالشي، ما بستاهل هالشي. سيد بيرم. نعم سيد حسني. وين مدام دجلة؟ ما بعرف سيد حسني. هلأ وقتها، هاي جابت لنا مصيبة. عم بتصير حالات بيع صغيرة، بس شغل عزة توقف بنسبة كبيرة. مثل ما قلت لك كسرت راس الكل، ما حدا رح يبيع بضاعة عزة. معلم، بدل ما نشتغل ببضاعة الزلمة خلينا نلاقيه بالأول. عبد الحي، رح جرب كل الطرق. إذا قطعنا المصاري عن المنظمة رح يكبوا عزة قدام الباب. نحكي مع كارا معلم. كارا في عنده زلمة بالمنظمة، أكيد رح يفيدنا. معلم اتصل حسني، الست دجلي هربت من المشفى. بدي أحرق هذا المستشفى باللي فيه. بماتي روح شفتي لوين هربت. شو معلم؟ معقول نترك شغلنا وأعمالنا مشان نلحق هاي المرأة؟ عمالي اللي بقلك عليه. عبد الحي خلينا نروح نشوف كارا. معلم هم يتصلوا فينا مشان يجوا يعزوا. اعتذر منهم عمران. عمران شو عملت باللي قلت لك عليه؟ والله لسه ما صار لي فرصة. حلا وخلصنا عاد. أمرك معلم. عزت عمل اللي ما قدرت تعملوه من فترة طويلة، دواء مراد على مدار وجع ما داقوا بعمره. بس بفضل المنظمة مراد التقوا بنفس الوجع، وبسببه ما عم تنباع قطع التهريب وحده. وقف دفق المصاري على المنظمة، وإذا ما في مصاري يعني ما في حرب مع الحكومة. شو يا شاه ميران؟ على حساب بدك تسكت الأسلحة وتعملوا سلام مع الأتراك؟ شو الهيئة تراجعتوا؟ شايف مزاجك عالي وقاعد عم تتمسخر من الاستراتيجية تبعنا. بالعكس أخذها كتير جد. إذا ما صار حرب الجبل بتخسروا كل شغلكم يلي على الطاولة بخمس دقايق. بدكن تحاربوا الأتراك بالجبل وتحاربوهن على الطاولة. منقدر نتعب الحكومة بطريقتين، واحدة منزيد فيها عدد جنازات الجنود، والتاني منفرجي قديش الجمهورية التركية رغبانة بالقعدة معنا على الطاولة لتتفاوض. بس لازم تنتبه، ما لازم يتسرب يلي عم ينحكى بيناتنا شو ما صار. تسريب لقاءاتنا مع الأطراف التانية مسألة بتتعلق بوجودنا وزوالنا. شو رأيك نتراهن؟ انت ما بتقدر تقابل مختار بالحكومة، لهيك اوعك توافق على أي شيء. وأنا عامل لك خطة قوية، يا بتشطب على الجمهورية التركية أو بينشطب على مراد على مدار بحد ذاته. وشو خطتكم؟ صار عندي فضول مشان أعرفها. حبيبي شو قاعدة عم تعملي؟ نزلت الخزانة وعم رتب لك تيابك. شو أنا جبتك على هذا البيت خدامة؟ لا تشتغلي بتيابي.
ميماتي غب قلبي، كل طقمتك رسمية وكلها لونها أسود ورصاصي، ما عندك ولا بدلة سبور؟ بلا، بلبس بيجامة وقت بنام. أنا رح أطلع أتسوق لك. لا تطلعي بهالفترة من البيت، بعدين منطلع سوا. بس وعدني بدنا نطلع سوا مشان نتسوق. خلصيني بقى، حاجة حكي. إمتى رح تجي على البيت؟ لما بيخلص شغلي. وإمتى بيخلص شغلك؟ سلوى، لا تخليني أندم لأني اتصلت فيكي. سكري سكري. يا ربي جميل ما تباش. معلم ميماتي، هلأ أنت ما عندك شغلة تانية غير عزات؟ طبعاً ما عندي. حتى يموت هذا الحقير اللي اسمه عزات، لا أنت ولا أنا ولا حدا بهذا الوسط رح يرتاح بشغله. معلم أنا تركت شغلي كله وحطيت لك مراقبين، مو بس على عزات، وعلى كل واحد بيسلم عليك. منيح منيح، معناتها أكيد بتعرف المكان يلي راحت عليه الست دجلة. معلم عم قلك حطيت لك كل هرجال، وهدول الرجال ما بيروحوا كرمال سواد عيوني وما بيعطوني أخبار ببلاش. نجمي إذا بتسكت رح غرقك بالمصاري، بالأحرى إذا بتحكي بخنقك بالمصاري. خذ شراب، حرقناك من برا، خلينا نحرقك من جوا شوي. شراب معلم. اجا مراد على مدار بده يشوفك. طيب لا شوف ليش اجا. سلامة عمرك، زعلت كتير على ابنك. اترك لي الزعل لي، لازم التقي بزلمتك بالمنظمة هالمرة. إذا بتخلفني بدي أوثق براسك. مو أنا يلي بتواصل معه لهذا الزلمة. كارا خلصني. ما في شي لخلصك، الزلمة لحظة بيطلع معي بينتهي، لهيك بيستخدم وسيط. مين الوسيط؟ ما بدي أقول. نهاد شاكر بده يلتقي مع السيد متى. عندكم موعد؟ نهاد شاكر ما بياخذ موعد، روح خبي. ما بحب موظفين الدولة. السيد متى ما بيشبه موظفين الدولة التانيين، صاحب أصول وبيعرف كيف يحترم صاحب الأصول. عفوا سيدي، نهاد شاكر طالب يقابلكم. خليه يجي. هو على الباب. ما اتصل فيني وما قال لي انه جاي. قال نهاد شاكر ما بياخذ موعد، هيك قال لهم على الباب. يا عيني رافع ذنبه منيح هلواوي. جيب الطاوله لشوف. السيد متى عم ينتظر السيد.
قال السيد وبس. أهلا وسهلا. أهلين فيك. تفضل من هون. الله الله، بالأول فكرت شاكر يلي داخل. ما هو شاكر يلي دخل سيد متى؟ مثل أبوك، ما بتترك الكلام بلا جواب. إذا بتلعب طاولة مثل أبوك رح نلتقي كل يوم أنا وياك. تعال شوف أبي، حسب ما بعرف ما بيلعب طاولة. ما كان يلعب طاولة مع حدا غيري. ارمي لشوف. تفضل بلش انت. ايه والله شاكر. ما بحب بلش بالكبير ابدا. بعد الصداقة يلي ورجيتني اياها ما بقدر اغلبك بالطاولة. الشغل شغل واللعب شي يا صديقي. في خاطر لجدك وخاطر لوالدك وخاطر لأمك كمان، بس الأهم من كل هذا الشي، سمعت يلي عملته خلال فترة قصيرة؟ قلت برافو على نهاد. كل الناس اللي اجوا قالوا لي انه عم يغلط سكرت لهم تمهم. قلت إذا ما عمل الشاب قبضاي شو بيعمل لكان؟ شباب اليوم مو مثل الأول. العمليات الأمنية واللي عم ينشر بالجرايد خوفهم، والقبضايات كلهم نشف دمهم. فضيت الساحة وبقيت لجماعة المنظمة. أنا ما بدخل السياسة بعقلي مثلك. أنا ورثت من أبي ومن جدي شغلتين هن الأساس. وحدة الكرامة والتانية هالدم. ما بعرف شي تاني ومو ناوي اتعلم. ولو نويت تتعلم ما في حدا رح يعلمك. واجب كل ولد انه يحافظ على ميراث ابوه. بما انك قررت تقوم بهذا الواجب تجاه ابوك، لهيك انت بتصير ابني كمان. الطريق اللي دخلت فيه رح يزرعوا لك اياه كله بالالغام. أنا رح شلك هالألغام وافتح لك الطريق قدامك ودلك على الطريق. أنا مو مستني حدا يعطيني رخصة بشي ولا مستني منية. الرخصة ما بتنعطى، بتتاخد. ايه وانت آخدها. إذا انت دخلت بهالطريق أعدائك رح يكتروا. بكفيك صديق واحد وبس، الدولة. الشباب اجتهدوا وحاولوا يفرجوك شو هي الدولة. مو هنن الدولة، أنا الدولة.
إذا أنا قررت فرح أقدم لك كل شيء بتريده مني. والأبوة كمان؟ ما في أكبر من أبوة الدولة. بالمحل اللي فيه أكبر أب طبعاً رح تكون الدولة أب أكبر منه. بوس الإيد اللي ما بتقدر تكسرها. قاسية كتير نجدة، معقولة انك شايف هاي الادم بتليق بخالك؟ ليث خالي قستها طلعت على قد اذنك. لك نجدة هاي الادم قاسية كتير ومنشفة. ابني انت ما بتمرق من قدام الحلاق؟ خالي بس انا بتكركر. لا تعمل هيك بتوتر. لك ابني وين ملاقي لي هالنمرة هاي؟ نجدات ليش مو جايب لي من قبل؟ ها خالي لما بيتوتر ما بيمسك حاله وبيسب، لهيك ما ثبته. لا شو يسب؟ معقول؟ لا لا ما بيعمل هيك شيء. خالي تركني احسن ما العب. ولك قدامي عم تحكي هالحكي هاد؟ خالي بتطلع معي الحالة ما بحسن ابلعها. خالي اتصل كارا. خير شو بده سيد كارا؟ خالي المراد على مدار جاي لهون ولازم نخليه يلتقي بجمال. وميماتي كمان جاي معه؟ ما بعرف خالي. اتصل نجدات؟ قال له ما يجيب ميماتي معه، الزلمة عم يتوجع فلما هلا عايش وجع تاني. حاضر خالي. دجلة هون ابني. مين انت؟ ليش عم تسأل؟ بعرف انه هون. فوتوا إلا ميماتي باش ناطر برا وبده يحكي معك. طيب استنى هون. تفضل تقدر تفوت. اهلا وسهلا اخي ميماتي. اختي ليش تركتي المشفى هيك وبدون ما تعطينا خبر؟ كان عندكم حزن ما حبيت تكون حمل عليكم. دجلي إذا أنا لقيت البيت عزت كمان بيقدر يلاقيه. هذا الشاب رح يقدر يحميكي؟ خير شو مو عجبك؟ إن شاء الله يلاقيه للبيت ويجي. ما استرجع يجي وأنا عندكم. يمكن يجي لهون بس ما في عنده الجرأة. هذا بيت عمي، قرايبيني كتار، وإذا تجرأ وإجا لهون أكيد ما رح يتركوه عايش أبدا. ماشي سلامة عمرك. تفضل.
خبر زلمة كارا بالمنظمة وخليه يجي، بس لا تقله انه انا هون. وشو بدك تقله لجمال؟ عزت لجأ لعندهم. وانا شو مصلحتي بهذا الشيء؟ يعني ليش لعمل معكم هيك منيحة؟ لما بيروح عزت رح يعطيك كارا الشغل تبعه، كل ما راح عزت بسرعة أكبر رح تكسب مصاري بسرعة أكبر. صفوت ابني بسرعة أعطيه خبر. مراد على مدار، يعني مشان الولد نهاد تخرب صداقتنا مع بعض؟ معقول هالحكي؟ شوف ليك الولد قلب مافيا وعم يتصيدكن. انت يلي قلتها، واحد ولد، اذا الولد ما له خاطر اهله ما له خاطر، انت دست على هذا الخاطر. انا دفعت ثمن عملتي باذني يلي راحت، بس وين اللي عمله؟ ما دفعت ثمن. سيدي الرئيس، في تطور مهم. الزلمة اللي عند زازا بعث لنا خبر، مراد علمدار ورجاله هنيك. ونحن شو علاقتنا بمراد علمدار؟ سيدي الرئيس، واضح انه مراد علمدار عرف انه في اتصال بينك وبين كارا عن طريق زازا. عزت المرض ما بيفهم بالحكي. اذا ذبحنا الزلمة ضرر عليك وضرر علي وضرر على الكل. ما في أي اتصال مع زازا قبل ما تنحل قصة عزت، بلغه إني هيك قلت. حاضر، تأمر أمر سيدي الرئيس، بالإذن. يلا. خالي، جمال بعت خبر، قال اليوم ما بيحسن يجي. زازا، واحد من الرجال تبعك عم يشتغل لمصلحة جمال، فبدل ما تحكي على الولد تبعنا شوف الرجال يلي عندك بالأول. يا أحيف، هيك بهدلتوني؟ إجا مراد علمدار لعندي على الباب وسمعته حكي لشبع، بعدين رجعتونا كل هالحكي هذا علينا. يلا نلعو نلعو، ما تخلوني اشوفكن قبل ما تعرفوا اللي باع خاله. اهلين بيماتي. معلم، انا لقيت دجلي. طيب ماشي، أنا رح بعت لك عابد. طلع شي مع جماعة المنظمة؟ لا بماتي، توقعت هالشي معلم. أنا رح مر على محل وأرجع. عابد، بس نروح على المكتب، بتروح على محل مساكني دجلي، بتراقبها بدون ما تكشف حالك. ماشي معلم. أهلا وسهلا، شرفتونا. وأنا تشرفت. لساتك مثل ما أنت مهذب يا متى، كم مرة قلت لك لا تستقبلني على الباب؟ نحن تعلمنا آداب الدولة منكم أنتوا الكبار. تفضل سيدي. <تصفيق> <تصفيق>
شفتوا يلي عملوا معي داود تتر أغلو؟ شفته طبعا، وهذا شيء زعلني كتير. مظبوط هو عم يتوجع لأنه فقد حفيده، بس ما لازم أبدا يعمل هيك مقابل معروفك معه. هذا عيب ومو أصول وقلة أخلاق كبيرة. شو لازم أعمل سيدي؟ أنت شو حابب تعمل؟ ها؟ شوف اللي بتريد تعمله يا متى أكيد نحن داعمينك فيه. مرحلة داود انتهيت، ما عاد اسمه داود، صار تابوت تتر أغلو. والتابوت لازم يندفن، ما هيك؟ التابوت ما بفيد بشي تاني. مو مشكلة، الأخ شارون بسكر له حسابه. شارون بيلعب على الحبلين مثل كل مرة سيدي. أنا بحكي معه، لا شارون ولا حدا غيره بيقدر يحب الزلم الخسران أو يدافع عنه بأي شيء. رح حول هاي الشغلة لكارا. كارا رح يوثق فيك بهالشغلة؟ بيوثق سيدي، بيوثق. حتى رجالي ما بيعرفوا بهالشغلة تبع ابن كارا أبدا. منيح، لازم نستفيد من ضعف على مدار بنظر الختيارية، وما نضيع لحالنا هاي الفرصة المهمة. خلينا نحرك كوادرنا ونخليها ترجع تفوت جوات الدولة. بما أن الحكومة ومديرية الأمن والعدلية كلهم عم يتحركوا مع بعض ضدنا، نحن كمان بدنا أن نحط إيدينا بإيدين بعض ونتحرك ضدهم. بلا من جابوهم كلهم سوا سيدي. أنا قلت لك شيء لتدفن التابوت، طول بالك هلا مو وقته. وأنت لا تقل لي شيء، الكل بيعرفوا مين نحن وشو نحن، واللي ما بيعرف رح يعرف. عميل الجمهورية التركية مضيع طريقه شباب. أعطي خبر للالا زارا إني جيت. الرئيسة لالا ما بدها تحكي معك، إذا بدك قولي الحكي إلي. خليك واقف مكانك لكان مشان قلك شو بدي أحكي معها. نزلوا نزلوا. وين غرفة زارا؟ بعدوا نزلوا سلاحكم، نزلوهم. قولوا لي شو عم بيصير هون؟ ميماتي باش لهالدرجة حابب تموت؟ بتقولي لرجالك بدنا نحكي كلمتين، أنا قلت لهم بس ما فهموا. نزل سلاحك بالأول. أنا جاي لهون منشان أحكي، مو لا أعمل مشكلة معكم. يلا طلعوا. بدك تدفع حساب هاي بعدين. بس ستنا. طلع. عم بسمعك ميماتي باش. عزت وينه؟ قلت جاي منشان تحكي، قمت دخلت بالتحقيق فورا. عزت الحقير قتل ابن مراد على مدار. ميماتي ما بتحسن تقول بصراحة انه بدك نساعدك؟ وانا ليش لساعدكم؟ مراد على مدار ما معه خبر اني جيت لهون، شو بتريدي مني بعطيكي؟ بدنا اول شي حكم ذاتي ديمقراطي بمناطقنا، بتقدر تعطيني اياه؟ لسه لهلا ما بتعرفي شو بدك، فوقها بتمزحي مزحات بايخة. قرار تسليم عزة ما بقدر أخده لحالي يا ميماتي باش. لو كان علي كنت بقتل الإقطاعي عدو الشعب عزة بدون ما يرفلي جفن. بس أنا بقدر أعمل معك شغلة، رح أطرح القضية على اللجنة التنفيذية، إذا طلع القرار إيجابي رح بلغك. كل المطلوب انه نعرف مكانه لهالزلمه، ليش عم تعقديها؟ انتم مفكرين المنظمه عصابه من كم واحد ازعر مثلكم؟ القسم اللي انا برأسه شيء، والقسم اللي بيهتم بعزة شيء تاني. يعني انتم كمان عندكم بيروقراطيه. احكي مع اللي بدك اياه واشرحي له. عند اللزوم مستعد اني اروح لقنديلي منشان جيب عزات. عن جد نادتك بابا؟ ايه والله يا ليلى،
اجت وعنقتني وباستني وقالت لي لا تبكي. شوف هالشغلة، أنا لولا رهف كنت رح موت، ما كنت بعيش لليوم، ما بتحمل هذا الوجع. يلي بيعطي الوجع بيعطي الصبر. قال زرتي إنجي؟ وضع صعب، الله يكون بعونه. طبعا حيكون وضع صعب. برأيي بلا ما نشوف بعضنا لفترة، لبين ما إنجي تحس إنها صارت أحسن. ما منشوف بعضنا ومنصير نحن أسوأ، بفرض إنه قررنا نخدع حالنا، تقدري تتحملي؟ بفرض أنت تحملتي، أنا بقدر أتحمل؟ طيب شلون بده يصير هيك؟ يلي بيعطي الوجع بيعطي الصبر. شوفوا يا رفاق، بصفتي رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أخذت قرار، وبصراحة حابب أني أخذ رأيكم فيه. هلأ الظروف مناسبة لنرجع نفتح حوار مع الجمهورية التركية. سيدي الرئيس، أنا مو موافق. بعد هي الحادثة اللي صارت الجمهورية التركية ما رح تفتح حوار معنا. لا تستهين بالجمهورية التركية، الجمهورية التركية حالياً مجبورة تحل مشاكلها معنا لتصير لاعب كبير بالمنطقة. وأنا كمان بفكر مثلك سيد الرئيس، بس للأسف عملاء الجلاديون متسللين عند الطرفين، رح يجربوا كل الطرق ليخربوا مثل هاي المحادثات. لهذا السبب بالضبط أنا أخذت قرار، مشان أمنع هذا الشيء رح أطلب بهاي المباحثات أنه مراد علمدار يمثل الجمهورية التركية. سيدي، ليش لنلتقي بأقوى عميل بالذكاء الاستراتيجي بالجمهورية التركية؟ ما رح نقدر ناخذ نص التنازلات اللي ممكن ناخذها من واحد تاني غيره. شوف رفيق جمال، الرئيس شهميران عم بيشوف الأمور باستراتيجية صحيحة، إذا قعد معنا علمدار على الطاولة رح يصدق العالم إنه الجمهورية التركية قبلت فينا طرف محاور، وما منكون نحن الطرف المنهك، بيكون مراد علمدار. طيب بس يا ترى علمدار ما رح يكتشف هالشي؟ هو مجبور، إجا إيده اليمين لعندي قال لي عطيني عزة ومنعطيكم اللي بدكن ياه. يا رفيق جمال، انت يمكن ضعيف شوي بالتحليل، من هلأ ورايح بدي شوفك بالأكاديمية السياسية اللي بعطي فيها دروس. شوف نحن لما بنعمل تحليل سياسي بناخد بعين الاعتبار كل العوامل الاجتماعية والسياسية والعسكرية وحتى العوامل الشخصية، ومن خلالها بناخد قراراتنا. شوف قديش هالقطاعي عزت رح يحقق لنا من ورا عمايله. عنك جيبي لي شاي فورا. حاضر. ايه هات لشوف، احكي لي كيف كان لقائك مع متى؟ شو رح يكون امي؟ رحنا وتشكرنا شخصيا وقلنا له لا تعذب حالك مرة تانية. ومتى شو قال؟ امي، لو بدي اخذ قوة من الحكومة كنت بقوي علاقتي مع مراد. نهاد، مراد شي وهذا شي. مراد لما بتكون القضية قضية وطن وامي ما بيرد على حدا، لهيك ما بتقدر تعمل شي مع مراد. اما إذا بتتفق مع متى بتقدر تعمل كل شيء. منشوف، مو مستعجلين. ولك طلبنا كاسة شاي صار لها نص ساعة. مور جاي لعند نهاد. قصدك نهاد شاكر؟ ايه نعم. وشو الموضوع؟ بدي احكي مع الست نسرين او السيد نهاد. ليك اذا بدك تقابلهم بتقلي شو الموضوع. عم قلك وقف استنى. عم قلك انا مستعجل ما رح استنى. قلت لك استنى. ما
رجع عمران وطلب انه يقابلك انت او شاكر. صرفه، قل له انه هلا مالنا فاضيين. اختي يمكن يكون جايب خبر من سلوى. لسه ما حكيت مع نهاد عن سلوى بلا ما يسمع الحكي من حدا تاني. شكلكم معك خير ريس. شوفي نهاد بيكون مثل اخي. اجا عمران وقال بده يشوفك. وليش خليته يستنى؟ ايه ليكو الحمد لله. بعده. اهلا وسهلا اخي عمران. اهلين فيك نهاد. طبعا الشباب هون ما بيعرفونا. تعال تفضل اخي منحكي جوا. اهلا وسهلا عمران. اهلين فيك يا ست نسرين. تفضل اخي. نهاد ما صار لي فرصة قلك. ابنه لمراد مات. زعلني هالخبر. بسلامة عمركن. أمي بالوقت المناسب منروح من عزي الأخ مراد. عمران بس تشوف الوقت مناسب بتمنى تخبرنا ونحن منروح من عزي مراد. ماشي؟ بس أنا مو مشان هالشي إجيت. جاي أخذ أغراض الأخت سلوى. لما أخذوك تخانقنا أنا وسلوى قامت راحت لعند ميماتي. أمي أنت لا تحكي. عمران أحكي. أخذ شو؟ وأغراض شو؟ نهاد هذا الموضوع ما بيصير ينحكى فيه هيك. أنت أحكي مع والدتك وأنا ناطرك برا. لا تطالع لي جناني. أحكي شو صاير. القصة أنه الأخ ميماتي والأخت سلوى قرروا أنه يتزوجوا. سلوى يعني أختي أنا هلأ قاعدة ببيت ميماتي؟ أنت روح عمران. نحن منحضر أغراضها ومنبعدهم. نهاد اوعك تعمل أي شيء يكون في جنان. يلي عمل الجنان عمله. أنت شلون عم تغمضي عيونك؟ أنا لا غمضت عيوني ولا شيء. كأنك ما بتعرفها لأختك؟ شو ما قلنا لها بتعمل العكس. وهلأ إذا منضغط عليها رح تتجوز ميماتي لتجاكرنا. طالما أنا عايش هذا الشيء ما رح يصير. مستعد أقتل سلوى وما بعطيها لهذا ميماتي. ميماتي أنت شو بتعمل هيك بدون إذني؟ معلم ما حكيت باسمك ولا وعدت بشي. ليش نحن اثنين مو واحد؟ معلم أنا ما بفهم بشغل الدولة والدبلوماسية كمان ما بعرفها. بس في شيء واحد بعرفه، ما عم بقدر أتحمل شوفك بهي الحالة. معناتها لا تجي ميماتي ولا تشوفني، وبدل ما تعمل هيك روح عود ببيتك أحسن. معلم بصراحة ميماتي معه حق. لو ما عملها كنت أنا عملتها. ليش نحن هيك عهدنا بعضنا؟ أنا رح عيش وجعي وعند اللزوم كل يوم بعيشه، بس نحن ما بنتنازل عن المسل تبعنا. معلم مو أنت يلي كنت تقول من زمان مستعد قابل مين ما كان من شان الدولة والوطن والأمة؟ ميماتي قبل ما تطلع من ايدن الورقة يلي عم يضغطوا فيها علي ما ممكن ندخل بهي اللقاءات. غير هيك المنظمة اصلا مو ناوية تعمل لقاء. الظروف الحالية مو مناسبة لالن. واضح انه يلي بدهن اياه يدخلوا النقاشات بطريق مسدود ويسربوها للصحافة ويكسبوا نقط وينهكوها للدولة. معلم يا ريت تلتقي مع الختيارية قبل ما تقرر. هذا الموضوع تسكر. حتى لو بده يصير هيك شيء ما رح يصير قبل ما يموت عزت. هي أخذت مصاريك من هلأ ورايح. إذا بتتعامل معي بشي رح نحكي بلغة تانية. من هلأ ورايح تعامل مع عزرائيل. امشي للروح.
لو ما رفض مراد على مدار العرض تبعنا ما كنت سمحت لك ابدا تحكي هذا الحكي قدامي. شو جابك؟ جاية مشان أخدك على البيت. جاية على الفاضي، أنا هذا صار بيتي. لك بهدلتينا، ما بيكفي. منيح لكن هيك بتخلصوا من كل هالبهدلة. سلوى، أنت مو بس عم تأذينا إلنا، عم تعملي مكانة ميماتي بتسوى قرشين. نهاد، أنت أخي اللي بحبه وأنت قطعة من روحي، بس بدي تفهمني، نحن منحب بعضنا وغامرنا بكل شيء. لا تخليني بلش فيكي. شو حالفة يمين تساويني قاتل؟ امشي يلا بلا ما كسر لك رجليكي. امشي من قدام بيتي، انقلع. نهاد، لك واقف؟ شو عم تعمل نهاد؟ خلصي ولا كلمة. واقف عم اقول لك اقف، وجعتني. لك اتركني نهاد، شو عم تعمل؟ اتركني. يا الله، لك نهاد شو عم تعمل؟ بما انهم جايين لعندي خليهم يجوا، بحول الشغل الكم. انتو اشتغلوه، عندك قوة ونفوذ عند المنظمة وإلك كمان عند الدولة، بعدين يمكن تحتاجوا مصاري. ليش ما جبت لي هذا العرض قبل هاليوم يا عزت؟ شو السيد متى وعظمته؟ صار بيخاف من مراد على مدار؟ عزت آغا وعظمته صاير بيخاف من مراد على مدار؟ وأنا ماني خايف فوت بالقصة يا عزت آغا، بس إذا متردد حتى ما يخجلوني أصدقائي. عزت آغا، طلع برا البلد، ارتاح شوي واصحى على حالك، وأنا بهاي الفترة بفكر بعرضك. لو أنا ما عملتها رح شوف فورا من يلي بيعملها باسمي. غلطان، المنظمة ما رح ترضى تضيع وقتها هيك. ترضى بترضى، انت انقذ حياتك بالأول بعدين منفكر بجزدانك والمصاري. جنيت؟ لك شو عملت؟ بنتك يلي جنيت، احمدي ربك ما حطيتها بالعصفورية. حيوان، لك انت شو مفكر حالك؟ انا الكل بالكل. لك انت من مين اخذتي اذن وتركتي البيت؟ لك انت مفكر حالك بتقدر تحبسني هون؟ ما بتطلعي برات البيت قبل ما تدعسي على جستي. سكتوا انتو اثنين واستحوا. شلون بتحكوا هيك مع بعض؟ ولك انتو اخوة، مين الكن غير بعض بهالحياة؟ هو يمكن ما عنده، بس انا عندي رجال بحبه وبيحبني. نهاد، نهاد، اوعك، ما بيصير. رئيس، تذكروا الغرفة على سلوى، إذا بتطلع من هذا البيت بغوصكم كلكم. لقينا مكان لخ الدجلة. سيدي، كارا قرب منكم كتير. معلق براسه شلون لقيتوا له ابنه؟ عملته منيح مع الزلمة، شوفوا هو شو عمل. كارا دائما هيك، ما بيوثق بحدا بهالسهولة. شلون وثق بمراد بهالسرعة؟ حالي خاصة.
هذا اللي مستغربه، علاقته مع مراد على مدار منيحة مثل ما أنا مفكر، لدرجة أنه وصلت بيناتهم رح يقوصوا على بعض قدام عيوني ليكونوا عم يلعبوا لعبة عليك. سيدي، مراد على مدار مات ابنه الجديد، ما بعتقد أنه بوضع رح يخليه يلعب أي لعبة. برأيي أنه هو إجا وطلب عزة من كارا. ابني وقف عندك. صار سيد متى؟ بهيج اجى لعندك وبكى كثير؟ كارا، إذا إلك مشكلة معي بتحلها معي، تبعد عن رجالي وإلا بعمل فيك أسوأ من بهيج. يعني بفهم هلأ أنت عصبت وإجيت لهون مشان السيد بهيج؟ ندخل بالموضوع الأساسي. نحن داخلين بطريق وأنا عم بعرض عليك تشتغل معي، قلت لك إجا الوقت لتختار طرف وتكون معي، بتروح أنت وبتخطف واحد من رجالي؟ سيد متى، أنا اسمي كارا الأسود، بس أنت أسود مني بكتير، بس أنا بحب الناس الغامضين مثلك، إذا قدرت أوثق فيهم. ماشي الحال، إذا ما بتوثق فيني انسى العرض، كل واحد منا بطريق. أنا عرفت من بهيج كل اللي بدي أعرفه. انت هلا اللي شو بدنا نعمل؟ بدنا نمحي كل الناس اللي خانونا ونرجع على راس الدوله من اول وجديد. ومن مين رح نبلش؟ يا هاشم يا داود، اختار. معلم، رح تلتقي مع الختيارية؟ عبد الحي رايحين على المستشفى، بنشوف وين جي وبعدين بنحكي. معلم شو رايك نخطف لالا سارة؟ لبين ما شوف وين جي انتو فيكن تقرروا بين بعض. أهلين عابد. معلم إجا عزت لياخد دجلة. ماشي نحن جايين، ما تخلي عزت يطلع من هنيك قبل ما نوصل. ماشي معلم. أنت شو بدك من عيلتي؟ شو هيك الوحدة بتستقبل زوجها بالعادة؟ عزت لا تقربها، أوعك تقرب مني. لا تقرب دجلة، أعمل لك لا تقرب علي. دجلة بكفي بقى، اتركني يا مجرم يا خينة، اتركني. وانا راح اقتلك مثل ما قتلتيه. يا خطير. اسمعي ليكو، اجا صديقك راح ادفنكم انتو الاثنين هون، انتو يلي قتلتولي ابني. عابد انت منيح؟ منيح معلم، ما فيني شيء. أغا
اجا مراد على مدار ورجاله ونحن لازم نطلع من هون. ما في روحة اليوم، رح تتسكر كل الحسابات مع بعض. دخيلك آغا. أهلا وسهلا مراد على مدار، اليوم رح نروح أنا وياك لعند أولادنا مع بعض. المحل الوحيد اللي رح تروح عليه عزات هو جهنم. معناتها منروح لهنيك مع بعض. شو عم تعمل يا أهبل؟ اترك إيدي. أخرك عندي عيلة أولاد. ما رح تموت موتة سهلة يا عزات. Uh-huh.